عندما كانت تقول بصوتها الساحر: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، وتبدأ في سرد حكاية جديدة من حكايات ألف ليلة وليلة، كانت تخطف الأسماع والقلوب. وعندما كانت تنهي ليلتها بكلمة مولاي التي تقولها بأنوثة ودلال، كانت تأخذنا إلى عالم ساحر. إنها الفنانة الكبيرة زوزو نبيل، أو شهرزاد الفن، التي استطاعت على مدار مشوارها الفني الذي امتد نحو 60 عاما أن تكون واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الفن المصري. اتجوزت في سن 13 سنة، فلم تكن السنوات الأولى في حياة زوزو نبيل تنبئ لها بأن تكون فنانة في المستقبل، فقد ولدت عزيزة إمام حسين لأسرة متوسطة، ولم يكن التمثيل ضمن هواياتها، بل كانت تعشق كرة القدم، وكانت تمارس تلك اللعبة مع مجموعة من البنات أصدقائها، وصارت حياتها مستقرة حتى توفي والدها ورحل. أيضا شقيقها الأكبر، فعاشت بمفردها مع والدتها، ومن هنا فكرت الأم في تزويج ابنتها لتطمئن عليها، وبالفعل تزوجت زوزو نبيل وهي في سن 13 سنة. وتوقعت الأم أن تعيش ابنتها حياة سعيدة مع زوجها، خاصة مع إنجابها ابنها نبيل، إلا أن هذا لم يحدث، حيث أحب زوجها امرأة غيرها، فاضطرت للانفصال عنه وترك منزل الزوجية والعودة مرة أخرى لمنزل والدتها، ومعها طفلها الوحيد نبيل. زواجها المفاجئ كان بناء على رغبة أهلها، حيث قررت عائلتها تزويجها من جارهم الضابط سامي عاشور، الذي جاءت والدته تخطبها له مرارا، وكان عمرها 13 سنة. الزواج المبكر ومشاكله كتير. وسط رفض الأسرة وقتها، كانت الأسرة رافضة، ولكنهم عدلوا عن الرفض واستخرجوا لها شهادة ميلاد مزورة بأكبر من سنها ب3 سنوات، وتزوجت وعاشت في بيت يطل على سجن ترى. وقد توفي زوجها بعد فترة قصيرة، وبعد أن أنجب ابنهما الوحيد نبيل الضابط بالجيش المصري، والذي استشهد خلال حرب أكتوبر 1973. دي زوزو نبيل، فنانة القديرة. تزوجت زوزو نبيل للمرة الثانية من رجل متزوج ولديه أطفال، وعلى الرغم من أنها كانت من الممكن أن تطلب منه أن يترك زوجته الأولى وأولاده من أجلها، إلا أنها فعلت العكس، حيث اشترطت عليه أن يكون الزواج سريا حتى لا تسبب الأحزان لزوجته الأولى وأولاده. وبالفعل ظل الزواج سريا لمدة 7 سنوات، وحينما علمت زوجته الأولى بالخبر ذهبت إليها زوزو نبيل وتحدثت معها، ثم اتخذت قرارا مصيريا لم يتوقعه أحد. كان القرار الذي اتخذته زوزو نبيل هو ترك حي شبرا الذي تسكن فيه، واستئجار شقة كبيرة في المهندسين لتعيش فيها الأسرتان، ليعيشوا سويا منذ عام 1949. ولم يحدث ما يعكر صفو الحياة بين كل الأطراف،
ووصل الأمر إلى أن قامت زوزنابيل بتزويج ابنها الوحيد لصفاء ابن زوجها، وعاشوا في نفس المنزل، وكانت زوزنابيل في جميع حواراتها تشيد بدرتها، حتى إنها قالت عنها: ما أقدرش أعيش من غيرها، دي شريكة حياتي. جات لها صدمة العمر، هنشوفها. عاشت زوزنابيل حياة هادئة واكتملت سعادتها. بأحفادها الثلاثة الذين كانوا أجمل ما في هذه الحياة، ولكن تلك الحياة السعيدة لم تستمر طويلا، إذ تعرضت لمحنة شديدة عندما عاد ابنها الوحيد نبيل العميد بالجيش من حرب أكتوبر 1973 مصابا بإصابات بالغة، وبعد عامين من العلاج والمحاولات مات نبيل، لتصاب زوزو نبيل بأكبر صدمة في حياتها، وقد أفقدها الحزن توازنها وكادت أن تعتزل، ولكن بعد تأديتها فريضة الحج نصحها الأصدقاء والمقربون بالعودة للفن مرة ثانية لتتغلب على أحزانها، وبالفعل عادت مرة أخرى. وفي بداية الثمانينيات توفي زوجها فازدادت أحزانها، ولكنها مع ذلك استمرت في العمل. لم تكتفي زوزو نبيل بالتمثيل في كل مجالات العمل الفني، استولت أيضا بعض المناصب الإدارية الهامة، ففي الخمسينيات عملت في مصلحة الفنون كرقيبة في الرقابة على المصنفات الفنية لمدة 3 سنوات، كما تولت إدارة المسرح الشعبي في وزارة الثقافة عام 1959، وبعدها عملت في مؤسسة المسرح بين عامي 1962 و 1964، كما كانت تقوم بتدريس مادة الإلقاء في معهد السينما مع عبد الوارث عصر، ووصلت لدرجة وكيل وزارة. بعد تقدم زوزو نبيل في العمر صارت شائعة في الوسط الفني أنها سوف تعتزل الفن، ولكنها خرجت في الصحف لتؤكد أنها لن تعتزل، وقالت أن الفنان الحقيقي لا يعتزل إلا عندما يموت، مضيفة أن التمثيل يساعدها في أن تكون أصغر من عمرها الحقيقي بنحو 10 سنوات. وبالفعل استمرت زوزو نبيل في التمثيل سواء في السينما أو التلفزيون، وفي أحد الأيام كانت تشكو من كحة وألم بسيط في معدتها، وأيام وتدهور الموقف. وطارت للعلاج في أمريكا، وقال الأطباء أنها أصيبت بسرطان الرئة، وعادت لمصر دون أن تعرف بحقيقة مرضها، وكان من المقرر تكريمها في تلك الفترة في مهرجان الأفلام الروائية، فأخذت تتحدث مع صفاء زوجة ابنها وزوجة زوجها عن الاستعداد للتكريم والفستان الذي ترتديه، وكانوا جميعا يعرفون أنها لا يمكن أن تذهب، وبالفعل لم تستطع الذهاب، وتسلمت الجائزة زوجة ابنها، وشاهدت زوزو نبيل تكريمها في التلفزيون. وبعدها بفترة كانت الوفاة، حيث رحلت في 3 مايو عام 1996 ليفقد الفن أحد أبرز مبدعيه العظام. الله يرحمها، كانت فنانة مبدعة، وحياتها ما كانتش سهلة أبدا، أصيبت بصدمات كتير لن ننساها أبدا. الله يرحمها.